علي الف مبروك للنادي الاهلي. شوط تاني غير خالص الشوط الاولاني. تحس فريق تاني خالص وتفكير تاني خالص وكل حاجه اتغيرت. ايوه. وده زي ما كنا بنتكلم الشوط الاول وكنا بنتكلم بسرعه، قلنا ان ما اعتقدش الاخطاء تحصل تاني في الشوط الاول زي الشوط الثاني. الشوط الثاني هتنزل ضغط كويس قوي عايز هدف. الحاجه كمان بعد كل الكلام مالوش ليه، ده توقيت الهدف ممتاز دقيقه 48. 48 انت بالنسبه لك انت كل الكلام قبل المباراه ايما احنا بنقول النادي الاهلي عايز هدف. صح. لا كابتن مختار يدافع او كابتن مختار يبقى على نفس طريقته زي ما عمل. صح. هتلاقي الخطوط خلاص فتحت انت استحوذت. ده كان لازم يحصل الشوط الاولاني بالظبط عشان كده. بالظبط عشان كده دايما كنا بنتكلم نقول دايما اول فرصه قول دي كره المباراه. صح. بس بتفرق مع اي فريق. لكن يحسب لعيبه النادي الاهلي الشوط الثاني لا الموضوع متغير خالص. خطوط متقاربه جدا، ضغط كويس قوي، انتشار ممتاز وانت معاك الكوره، وانت مش معاك الكوره ضغط على لعيبه الانتاج. الميزات كلها اللي كانت مع فريق الانتاج الشوط الاول كلها انت لغيتها الشوط الثاني، وانت لعبت لعبك اللي هو استلام وتسلم ممتاز. الاخطاء لو جبت الفرق بين اخطاء الشوط الاول واخطاء الشوط الثاني تلاقي نسبه كبيره جدا يا ايمن. الشوط الثاني انت بتتفوق في كل حاجه، بتلاقي نفسك كويس قوي، الانتشار ممتاز في نص الملعب، تحركات محمد مجدي بقى فيها تحرك بوعي شويه، عمل حاجه كمان حسين الشحات ان هو ساب الخط خالص وبدا يخش كراس حرب تاني كمان. عشان كده شفنا الهدف حسين جابه منين، هتلاقيه بالظبط كأنه راس حربه تاني. الشوط التاني اكرم كان اعتقد مش عمل شوط ممتاز، تحس برده الشوط الاول كان عليه ضغط كبير قوي. لكن كل المميزات اللي عملها لعيبه النادي الاهلي دي بدنيا طبعا هم لعيبه النادي الاهلي في التوب. صح. البدنيه لعيبه الانتاج مش نفس المجهود بتاع الشوط الاول. عشان كده بقول لك دايما يا ايمن اي فريق بيدافع بيتعب، تجري ورا الكوره كتير قوي، انت قلقان مش عايز يجي فيك هدف. لكن طول ما انت معاك الكوره مستحوذ انت مش تعبان، لكن انت بتجري دايما ورا الكوره بتدافع بتبذل مجهود مش طبيعي لحد اللحظه اللي هي كل الناس مستنياها الهدف. بس هم كمان يا كابتن الانتاج عمل مجهود زائد فوق العاده مضاعف الشوط الاول. وهو كمان ولا حاجه كمان يا ايمن الانتاج طمع في المباراه. آه. ان الشوط الاول لاقي مساحات احنا طمعناها. لاقي المساحات استحاله في مساحات كده. تمرير خاطئ كتير جدا، الكره معاه هو اكتر في الشوط الاول. فطمع في المباراه فكميه الجري زادت. أيوه. هو الشوط الاول ما كانش بيدافع وفي يعني عامل زي ما بيكون في هدوء شويه في اللعب. لا هو الشوط الاول طمع فكميه الجري زادت قوي كلها هجوميه. انت ما كنتش ضاغط الضغط الهجومي كويس قوي. اما حصل العكس انت بدنيا عالي جدا عشان كده كان فيك تفوق. أيوه. هو بدنيا استحاله هيجريك. مش ممكن ايمن هيجاري الانتاج هيجاري لعيبه النادي الاهلي. صح. في الحاله البدنيه ولا جانب بقى تفوقك الفردي مهاراتك الفرديه. مزبوط. فرقت كتير قوي الى جانب حاجه انت بتمتلكها مش كتير في مصر بتمتلكوها دكه بدلاء كلها نجوم. يعني نجم من النجوم بس نزل احرز هدفين وليد. صح. يعني الراجل ده يعني وليد يعني اللي هو عارف انت كل كلام الحلو يتقال في وليد خلاص. صح. انت قلت. صح. كل كلام حلو في وليد ويستاهل اكتر من كده. لكن كمان نازل عايز يثبت مش عايز يثبت ان هو كويس. مزبوط. وعايز يلعب عشان كده فرق معاك التغييرات. يعني كل التحيه لعيبه النادي الاهلي مستمعني للشوط الثاني. واتمنى دايما يا رب زي ما قال لك يا كابتن شريف تبقى بدايه الشوط الثاني هي تبقى بدايه المباراه زي ما انت بتبقى. صح. حريص قوي انك عايز تحرز هدف. خلي الحرص ده مع اول فرصه. اول فرصه بتفرق ايما ممكن يبقى كوره الماتش كلها. لكن بتفرق قوي انك تطلع الشوط الاول 0-0 الشوط الثاني بتبقى عايز تبذل مجهود زياده. ما تعبتش على فكره وكنت ممكن تلعب مفيش مشكله خالص لكن ما تحطش نفسك تحت ضغط. مظبوط.